على طول. خبر ابيض. بنسمع شيماء، ايه اللي حصل معاكي شيماء؟ يعني شايفه عينيكي هنا كلها حمار، تجازوكي، حصل ايه بالظبط يا شيماء؟ انا عيني وهنا حقبي 4 غرز، هنا رحت المستشفى خيطولي حقبي 4 غرز، وعيني وجسمي كله ورجلي وبطني وظهري، كل دي كدمات. كل دي كدمات. وهنا في ضابط ضربني زي كان حاجه كده سيراميك او حاجه بيها سن كده، بلاط سن، لما خدوني جوه ضربني هنا كده بيها في الحته دي، وهنا برضو ضربني برضو جوه، كل ده جوه. ضابط جوه اسمه حسام الدين مصطفى، الرائد حسام الدين مصطفى، ضابط صاعقه. اللي حصل ان انا كنت واقفه عند شارع اللي هو موازي لمجلس الوزراء، اللي هو فيه المستشفى الميداني اللي عند الكنيسه، كنت واقفه على منصه الشارع. فاحنا واقفين هم اصلا بيحدفوا من فوق من على السطح، عمالين يحدفوا حاجات ازاز وبيحدفوا حاجات غريبه جدا، حاجات غريبه ما اعرفش يجيبوها منين. فجأة لقيتهم طلعوا من البيبان، ولقيت ضباط ولقيت عساكر جايه كده، جايه اجري انا وناس تاني معايا بنات، جايين نجري لقيناهم في وشنا. لقيت ارجع تاني لقيتهم في ظهري، في ظهرك. فوقفت رحت واقفه مكاني، راحوا جايبيني من شعري وقعدوا يضربوا فيا بالعصيان والشومه، ماسكين شومه كده كبيره تخينه قوي لونها ابيض كده شومه، فاول العصيان السوداء نفس لون الشومه بتاعتك. والعصيان السوداء ضربوني بجسمي كله، هم واخديني وقعدوا جروني من عند الشارع دوت اللي هو قدام مجلس الوزراء وعند الكنيسه لغايه مجلس الشعب. دخلوني كل ده جر على الارض، جرني على الارض لغايه مجلس الشعب. كم متر تقريبا كده؟ مش قادره احددها يعني. هم انا اصلا يعني مش قادره، انا حصل لي نزيف بقي ومراخيني، قعدوا ينزفوا هدومي دي كانت كلها دم. جروني لغايه جوه دخلوني، فدخلت اول ما دخلت عملوا لنا زي تشريفه او حفله، واقفين كده واحنا بنخش في وسطيهم، واحد ماسكني من شعري وبيمشيني في وسطيهم، وقعدوا يضربوني وانا داخله على ظهري بقى وعلى رجلي كلهم، هم واقفين كده صف كده، وانت بتخشي وتضربي من الطرف، وانا في النص وناس تاني برضو ورايا، واللي بيقع بيقعدوا يضربوا. كانوا لابسين بقى ايه دول يعني؟ شو لابسين؟ لبس الجيش، لبس الجيش كده، وفي ناس لابسه لبس صاعقه كده. واللي بتقع يعني انا وقعت عشان النزيف خلاني وقعت، اللي بتقع بقى بتتضرب اكتر يعني، بيضربوني بقى بالرجل في بطني وفي ظهري، وقومي يا بنت كذا وقومي يا بنت كذا هتمثلي هنا عندي كده كده، ومش قادره اقوم. العسكري اللي بيشدني من الشارع عمال يقول لي قومي هتموتي، قومي عشان ما تموتيش، قومي، عمال يعمل لي كده، عمال مش قادره. على اساس ان لما تقعدي هتموتي اكتر، هتضربي اكتر. لازم اقوم، لازم اكمل يعني الصف عشان اللي ورايا يعدي، فلازم اقوم. فبقيت احاول ازحف بقى يعني، بقيت ازحف كده معاه. ده دلوقتي كل ده جوه مجلس الوزراء، ده جوه مجلس الشعب، جوه مجلس الشعب، ده جوه مجلس الشعب اللي بيحصل لي ده. بقيت ازحف بقى معاه ومع العسكري، بقيت ماسكه في التيشيرت بتاعه كده وماسكه فيه عشان امشي معاه، عشان اسند نفسي بيه وامشي معاه. فبقيت ماشيه معاهم، هم بقى عمالين ايه يضربوا فيا لغايه ما دخلت جوه. واحد بقى من اللي جوه كده راح اول ما وقفت راح بالشلوت كده، وراح ضربني بالشلوت، وراح قال لي يلا يا بنتي كذا ويا بنتي كذا، ما انت اهلك كذا كده، لغايه ما دخلت جوه عند في ممر، دخلونا ممر كده، جينا الضباط في الممر برضو، في ضباط بقى جوه في الممر، في ضابط بقى. فجيت قعدت على وانا طالعه الممر في سلالم، فقعدت يعني مش قادره اريح شويه يعني، قعدت على السلم. راح جه ضابط بقى من هناك من الممر، جه من ظهري وراح ضاربني بالبياده، قوم يا بنت كذا انت سايبها تقعد، قومها يلا، وراح عامل له كده. بيقول العسكري الضابط هو اللي عمل كده، بيقول العسكري انت سايبها تقعد، وراح ضاربني بظهري، رحت هو جاي من ظهري، رحت انا قايمه راح قايل لي قوم بسرعه، رحت انا قايمه دخلت مشيت في الممر ده، في اخر الممر لقيت ناس قاعده بقى زي بنات وشباب وكده، راحوا رميني في وسطيهم،
رحت قاعد على الارض، جم واحنا قاعدين على الارض الضابط اللي هو اسمه ضابط حسام، ده رائد حسام الدين مصطفى، ده جه ده برضه لابس هو ملكي ده، ولا ميري؟ هو ده اللي جوه بقى، هو ده ملكي اللي، ولا ميري؟ لا ده لابس صعق. لابس صعق. اه دوت قعد يشتم فينا، وقعد يقول لنا، يسأل البنات يقول لها انت امك شغاله ايه، انت ابوك شغال ايه، مثلا واحده تقول له انا امي دكتوره في الجامعه، يقول لها امك دكتوره يا بنتي كذا، ده تلاقي امك كذا كده، وانا يقول لي مش عارف ايه، اقول له انا خريجه كذا، يقول لي خريجه ايه يا اولاد كذا. هو متخربش خربوش هنا، فبيقول لنا وحياة الخربوش ده لطلع دين كذا يا ولاد كذا وكده، وراح شاتمنا، ده انا امي تعبانه فيا، انما انتوا امكم جابكم الحرام يا ولاد كذا، راح شاتمنا كل ده. هو الضابط عملنا وبيشتم وبيضربنا بقى برجله احنا في الارض، والموقف ده بقى خلص على ايه؟ كلنا كده قعدتوا قد ايه بقى في الحكايه دي؟ قعدنا جوه كده احنا، كل اللي قاعدين كده، كان الحته اللي احنا قاعدين فيها كانت بركه دم، بركه دم. كله بيجيب دم. امتى طلعوكوا بقى من المكان ده؟ لا انا طلعت يوم الجمعه، انا والبنات المجموعه اللي كانوا معايا طلعنا بعدها، فضلنا قاعدين شويه، وجي ناس قالوا لهم ان الشباب بره بيقولوا لكم لو ما خرجتوش البنات احنا مش هنمشي من هنا ومش هيحصل كويس، البنات لازم تخرج، واحنا مش هنسكت على اللي هتعمل في البنات قدامنا. وفي ناس جم قالوا لهم كده، فجي اللي هو الضابط ده كان مصر ان احنا ما نخرجش، قال مش هيخرجوا، وقعد يبص لنا يقول انتوا فاكرين ان انتوا هتخرجوا وكذا كده، اللي هو الضابط دوت ده كان مصر تماما ان احنا ما انت ازاي نخرجش. عرفت اسمه يا شيماء؟ انا عرفت اسمه بعد ما روحت، جيت على النت لقيت صورته وكاتبين اسمه، حتى امي كانت قاعده، قلت لها ماما يا ماما هو ده منو الظابط اللي ضربني يا ماما، وراحت امي قالت لاختي كبري لي الصوره والنبي عشان اشوفها، عشان هي عينيها ما بتشوفش بقى، اختي كبرت لها الصوره، راحت امي قعدت تتحاسبن عليه، وقعدت تقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، يحصل في اختك او في اي حد من اهلك زي ما اللي عملته في بنتي ده. فانا عرفت اسمه لما روحت، دي اول حاجه. احنا لما خرجنا الاول، واحنا خارجين لما قالوا لنا جيل اللي هو دوت، قال لنا خلاص هتخرجوا صوروا البطايق، انا شنطتي هم خدوها مني، الضابط اللي هو ضربني وانا قاعده على السلم ده شدها مني قطعها وخدها، فبقول له حضرتك شنطتي بالموبايل ببطاقتي باوراقي بكل حاجه الضابط خدها حضرتك، طب انا عايزاها اخرج بيها او بطاقتي. راح قال لي بس اخرجي الاول، بس اخرجي الاول شوفي الشارع وبعد كده بدوري على حاجتك. طيب كريم، لو تحكي لنا كده عن الشهيد احمد، يعني مواقفه ايه كانت في الثوره؟ هو كان بيفكر ازاي في بلده؟ احمد اخويا خريج اعلام، بيسعى ان هو كان بيسعى ان هو